عبر اللاعب محمود كشك، انما الحارس مصطفى مطر رح يخلص. استضاف الراسنج على ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي فريق الشباب الغزيه اللي عم بيقطك توك. رد الفريق الاصفر عبر كره من ارنست وصلت على طبق من فضه لحسن هزيمه اللي اصطدم بحسن مغنيه. استمر الانصار من امادو ادموني بيتقدم بسدد وعلي حلال راح يخلص المحاولة الخطيرة لفريق المباراة. واصل تألقه للدقيقة الأخيرة، وهون الحديث عن نزيه أسعد لأنقذ